أبدأ معك كريم، يعني ضعني في الأجواء وفي التفاصيل وفي مجمل ما حدث لديك، تفضل. تحياتي لك نهى وتحياتي لجميع المشاهدين. تابعنا سويا منذ صباح اليوم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الأبعدية بمحافظة البحيرة، ورصدنا سويا الافتتاحات المختلفة الخاصة بالمجالات المتنوعة، سواء كانت الخدمية الزراعية، مركز التكنولوجي الخدمي لخدمة المواطنين، تطوير المدارس، زيارة دار المسنين، وعدد أيضا من مشاريع البنية التحتية منها رصف الطرق داخل هذه القرية. ولكن ربما الأبرز اليوم ما رصدناه بعد تحرك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برج العرب والمؤتمر الوطني للشباب هو ردود أفعال المواطنين عن هذه الزيارة وعن هذه التطويرات الخاصة بحياة كريمة. بداية تحدثنا مع المواطنين من كبار السن، وتحدثنا معهم حول التغير الذي حدث على أرض الواقع. تحدثوا معي عن كيف تغيرت طبيعة الخدمات، حيث كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة تأخذ الكثير من الوقت والكثير من المجهود والكثير من المصروف لقضاء حوائجهم المختلفة الخاصة باستخراج البطاقات الشخصية على سبيل المثال، استخراج جوازات السفر، تحويلات الأموال، استلام الرسائل وإرسال الرسائل عن طريق البوسطة المصرية أو البريد المصري. تم تطوير أيضا مكتب البريد وأيضا وسائل التكنولوجية المختلفة والتحول الرقمي عن طريق استخدام الشباك الواحد. تحدثنا أيضا مع الشباب حول كيف رأوا أو كيف شاهدوا من وجهة نظرهم هذه التطورات الخاصة على أرض الواقع. كان بعض الشباب تحدث عن فرحتهم بتطوير المدارس، المدرسة في حد ذاتها، هذه المدرسة التي أنا أقف بجانبها، تم تطوير الفصول بالكامل داخل هذه المدرسة، تم تغيير اللوحات، أصبحت اللوحات رقمية مختلفة، تم تغيير كل محتويات الفصول داخل هذه المدرسة وتجديد أسوار المدرسة والملاعب الخاصة بالمدرسة. كان هذا آراء، يعني هذه كانت آراء الشباب الذين يعني داخل هذه المدرسة. تحدثنا أيضا مع السيدات وما المشاكل التي كانوا يواجهونها من قبل. تحدثوا معي عن أهمية مستشفى دمنهور والوحدة الصحية التي تطورت التي أصبحت مركز طب الأسرة ومركز طبي داخل البحيرة وتحديدا قرية الأبعدية، وكيف أنها سهلت عليهم يعني المسافات البعيدة، وكانوا يعانون من قبل أنهم إذا مرض أحد المواطنين داخل هذه المنطقة يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة ومراكز مختلفة مثل مركز دمنهور ومركز ومراكز أخرى، ودمنهور عاصمة البحيرة بالطبع، ولكن كانت هذه مسافات بعيدة عليهم. الآن كان هذه الخدمات قريبة لهم، توفير أيضا أجهزة جديدة داخل هذه المستشفى، توفير أجهزة جديدة داخل هذه الوحدة الخاصة بوحدة طب الأسرة، بالإضافة لندوات تثقيفية داخل أيضا هذه الوحدة للتعامل مع السيدات بشكل عام. كان هذه آراء رجال أيضا داخل هذه المنطقة. الرجال هنا المكان يختلف لأنه طبيعة زراعية وطبيعة أيضا خدمية بشكل أو بآخر. الطبيعة الزراعية لها المزارعين والفلاحين. من خلفي الآن مركز الخدمات الزراعية. مركز الخدمات الزراعية كان موجود من قبل بالفعل، ولكن تم تطويره بالكامل سواء كان من الخارج أو من الداخل، وأيضا تم تسهيل عمليات تسليم الأسمدة حسب كلام المزارعين هنا أو المواطنين هنا، أن كيف تغيرت هذه المنظومة داخل هذا المركز لتسهيل استلام الأسمدة والتعامل فيما يتعلق بزراعة الأراضي حول هذه القرية. وأيضا تحدثوا معي عن رصف الطرق وتطوير الطرق، حيث أنا أقف الآن حول الأماكن الرئيسية أو على الأقل الشوارع الرئيسية، تم بالفعل رصفها وتسهيل أيضا حركة المرور داخل هذه المنطقة. لذلك ردود الأفعال كانت متنوعة ومختلفة وجيدة جدا مقارنة أو حسب كلام المواطنين من مختلف الأعمار. وكنا في زيارة داخل دار المسنين التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وتحدثنا أيضا مع نزلاء هذه الدار، وكانوا عبروا عن فرحتهم الكبيرة ومفاجأتهم في حقيقة الأمر. كانوا يسمعون أو ينتظرون بالفعل يعني وصول رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية مصر العربية لهذا المكان، ولكنهم لم يتوقعوا أن يأتي بالفعل. كانت فرحتهم كبيرة، منهم من بكى في حقيقة الأمر لأنه استمع إليهم، تعامل معهم بإنسانية خالصة، استمع إلى مطالبهم
وأيضا تحدث عن أهميتهم وأهميتهم في وجودهم في حياتنا وتعلم منه الخبرات المختلفة وسد الفجوة بين الأجيال المتنوعة. كانت هذه آرائهم داخل هذا النزل. وأيضا تحدثوا عن بناء جديد لهذا النزل تم تطويره بالكامل، إما بزيادة عدد الغرف، إما بزيادة الأجهزة، بزيادة أجهزة العلاج الطبيعي، زيادة الأنشطة المختلفة، يعني زاد عدد النزلاء بنسبة تقريبا 20%. نعم. يعني ربما كانت هذه نظرة عامة عن لقائي مع المواطنين داخل قرية الأبعدية هنا في محافظة البحيرة. نعم، يعني قرية الأبعدية بالبحيرة كريم ظهرت اليوم على خارطة التطوير والتنمية. حياة كريمة، كما تابعنا معك كريم، نفذت الكثير من الخدمات الحكومية، نفذت أيضا الكثير من المدارس، في فرحة ملموسة من الأهالي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني شكرا جزيلا لك كريم.